مساء الخير عليكم. النهاردة إن شاء الله هقرأ أحد فصول كتابي القوة الناعمة الكنز المصري ضمن مبادرة اقرأ معنا. لا توجد دولة لديها ما تملكه مصر من مقومات للقوة الناعمة، فهي بلا شك تعد المثال الأقوى لتلك القوة الناعمة على مدار تاريخها القديم والوسيط والحديث والمعاصر. وقد بيّن الدكتور حسين فوزي أن التاريخ المصري هو قصة واحدة طويلة تدور حوادثها حول أشخاص عديدين من جنسيات ولغات وعقائد مختلفة، ولكن بطلها واحد هو الشعب المصري. وكما ذكر الدكتور جمال حمدان، فهناك فرق بين الموقع والموضع. فالموقع هو ذلك الإطار الجغرافي الكبير الذي يصل إلى أبعاد قارية وعالمية، أما الموضع فهو بكل بساطة الرقعة المحلية التي تقوم عليها الكتلة المبنية مباشرة. وقد كانت مصر هي المثال الأقوى لفكرة القوى الناعمة من خلال الموقع الجغرافي وتأثيره على العالم الخارجي، فحقق لمصر نفوذا كبيرا وسيطرة على كل شعوب المنطقة بقوتها الناعمة المتميزة. كما ذكرت الدكتورة نعمات أحمد فؤاد أن مصر كانت شخصيتها قوية حتى في عصور الضعف السياسي، حيث فرضت سيطرتها على الآخرين جنوبا وشمالا، وكانت اللغة والثقافة هي أبرز الأسلحة المصرية ضد الأعداء والمستعمرين. مصر لديها نماذج عديدة في كل المجالات الفكرية والأدبية والعلمية والفنية والمعمارية. لدينا نجيب محفوظ وطه حسين والعقاد ومحمد حسين هيكل وأم كلثوم وعبد الوهاب ويوسف شاهين وشادي عبد السلام، ولدينا مصطفى مشرفة وأحمد زويل وفاروق الباز وحسن فتحي وعبد الرحمن بدوي ومراد وهبة وأحمد مستجير وهاني عازر ومجدي يعقوب، غيرهم آلاف ومئات يستحقون تسليط الضوء عليهم واستغلالهم كنماذج للقوى الناعمة المصرية. وهناك نقطة مهمة وهي الأديان، فقد كانت مصر ملتقى للأديان السماوية الثلاثة اليهودية والمسيحية والإسلام، وعاشوا فيها لفترات طويلة في تسامح وتواصل حضاري. كما لعب الأزهر دورا مهما بوصفه مركزا للإشعاع الإسلامي في المنطقة ونشر التدين الصحيح بعيدا عن التطرف والإرهاب. وتبقى الرياضة كنقطة مهمة في سجل مصر الحافل بقوتها الناعمة، فمما لا شك فيه أن دولا كثيرة تستغل الرياضة للترويج للقوى الناعمة، ويجب أن تستغل مصر النماذج والشخصيات الرياضية المتميزة عالميا كأحد أدوات القوى الناعمة. ومنذ فترة قليلة نشر نجم الكرة المصرية والعالمية محمد صلاح شورى على صفحته الشخصية على موقع إنستجرام لكتاب فجر الضمير للكاتب جيمس هنري بريستد وترجمة الأثر العظيم سليم حسن، وهو أحد الكتب المهمة التي تثبت بالدليل والبرهان عبقرية الحضارة المصرية القديمة. أهمية المنشور الذي تم تداوله بكثرة على مواقع التواصل الاجتماعي لم يكن فقط لأن صلاح أسطورة الكرة العالمية منتبه جيدا لأنه أحد أبناء هذه الحضارة العظيمة، ولكن سعيه الدائم لاستثمار هذا الزخم في الترويج لقراءة هذا الكتاب. ويجرنا ذلك لقضية المحتوى الثقافي والمعرفي والترويج والتسويق لهذا المحتوى على الإنترنت، خاصة أنه في حالة عدم وجود محتوى جيد أو حتى وجود محتوى هلامي غير ناضج، شيء سيعود بنتيجة سيئة على الجيل الجديد. فعلى الرغم من أهمية الشبكات الاجتماعية والإخبارية والثقافية، إلا أنها بدون صياغة جيدة وثقافة تقوم على أسس وأخلاقيات وحضارات المجتمعات القديمة والمهمة، تصبح ترسيخا لقيم مادية لا تضع مجالا للإنسان أو قيمه أو طموحاته أو مستقبله الشخصي والمهني. كم نحتاج إلى أن يقوم بذلك كل من يؤثرون في عقل ووجدان هذا الشعب لإعادة قيمة مهمة وهي القراءة الجادة من أجل مستقبل أفضل. فخبراء التسويق الثقافي يلجؤون حاليا إلى المؤثرين
لنشر الوعي القرائي بشخصية مصر، خاصة أن الجماهير تسعى دائما لمعرفة سر تميزهم ونجاحهم. الثقافة ليست ترفيه أو نشاط لأوقات الفراغ، بل هي وسيلة مهمة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وكسب ربح مميز في كثير من المجالات. وتتجه معظم الدول في الوقت الحالي إلى الصناعات الثقافية والإبداعية والتركيز على الاستثمار الثقافي في الفنون والآداب. وأصبحت الثقافة رقما مهما في الدخل القومي لدول كثيرة متقدمة ونامية، ومعيارا مهما مؤثرا في السعي نحو السباق العالمي. وبات واضحا أن الابتكار في الحقل الثقافي هو الحصان الرابح في المستقبل القريب والبعيد. شكرا لكم.